أرى صمتا روما كلها ومع ذلك في كل المرات التي الأعمدة تشبه لوحة سريالية كان الناس الموجوعون الذين كان نتحدث عن مهرجان السجادة الحمراء بالتحديد. هذه الفكرة نبعت أصلا من المشهد السريالي الذي كان في حرب عام 2014، البيوت التي دمرت، الشهداء الذين سقطوا والذين صعدوا إلى خالقهم يشتكون هذه المظلمة التاريخية. وبالتالي نحن قلنا أن هذا المشهد السريالي الذي يقول في كل خطوة للفلسطينيين سأزرع الموت، حسنا نحن سنحيل هذا الموت إلى حياة. كيف يمكن أن يحال إلى حياة عبر نصب شاشة كبيرة جدا؟ هذه الشاشة تعلن أن الفلسطينيين ينتمون إلى هذا الموروث الإنساني. نتحدث هذا العام بالتحديد من مرسى ميناء الصيادين لنقول بأنه هذا المرسى فعلا لا يوجد حقائب للسفر ولا مسافرين بفعل الحصار، ولأنه تم تصميم قطاع غزة ليعيش هذه الحالة الصعبة والقاسية. ونحن اخترنا هذا المكان بالذات والفيلم الأول ليكون عن الأسرى والتضامن مع الأسرى عبر شرب الماء والملح قبل أن نبدأ هذه الاحتفالية، لنقول بأنه هاي هي معركتنا، معركتنا امتداد للأسرى.